لكل منطقة في السودان ملامحها وثقافاتها وسحناتها وتفاصيلها المختلفة، لكن لبارة كان تميز من خلال كثير من الملامح السودانية السمحة. بارة احتفظت بتفاصيلها، يكفي أنه منطقتها الجغرافية كانت عندها بعض التأثير اللي خلاها هي واحدة من المناطق المهمة جدا في السودان. بارة ثقافتها وتراثها وتفاصيلها، بارة يمكن بتتميز بكثير من الملامح السودانية السمحة، يكفي أنه غنوا لها ليمون بارة. كمان واحدة من الحاجات المميزة في بارة أنه رمالها بتحتوي على السيليكا اللي بيصنع منها الزجاج، ودي حاجة من واحدة من المعلومات اللي بتحتفظ بها مدينة بارة. نحن هنتعرف على بارة من خلال تفاصيلها وسحناتها وقسماتها من خلال عين الكاميرا، خليكم معنا. ونقول لهم مين يقدر يقول صيوان وشجرة ذليلة تشيل آلاف وتصلح زي مغر ومقيلة؟ منول يقدر يقول يملك مدينة خميلة يرقد في الوطا وهدم الرمال ما يشيله؟ منول يقدر يقول غير بارة؟ بارة جميلة، وبارة لوفد الشروق خرجت جميع حليلة، وحبا للضيوف الجماهير واصلت تهليلة، ويا السادة الضيوف الزار بارة تاني بجيلة، والليلة ملبخ كل ضيف تهديلة، بيت ومزرعة وعروسة لو شاد حيلة، عشان نصبح شعب واحد ما ننحصر في قبيلة. أيها الأحبة السلام عليكم، ودعونا نقول بارة بانت طفلة مدفق شبابة، لابسة سندس والعقيق طر الثيابة، بارة بانت والقليب دندن حبابة، يا حبابة قلت أرتاح بلقاكي أنسى دنياي وعذابة، من أريق نفح الثواغي ترتدي الروح المصابة، ودايما الباراوي يرحل وحلمه في ساعة إيابة، وانت شوقك طبعه جارف وروحنا في تربك مذابة، الليلة جيت يا بارة عاشق قلبي يتقطر صبابة، التمام فارحني شابكني زي بيقول مرحب حبابة، وشارك الفرح الهشابة، أترى نهر الظل ثاني وكم تأملت انسيابة، ما لي في نخل الجماري الليلة جيت أسمع عتابة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكل متابعي شاشة الشروق ومن بارة، وتحايا وسلام من كردفان الحبيبة، وبنوفيكم الماسمة عن ليمون بارة وعن جمال بارة وعن تفاصيل بارة وعن جناين بارة. بارة مهما تكلمنا فيها وفي ثقافاتها وفي حضاراتها، ومهما تكلمنا عن المواريث الجميلة الموجودة فيها ما حنكفيها حقها، لكن نخلي أهل الدار هم اللي يحكوا ويتكلموا عن بارة وعن تفاصيلها وعن جمالياتها من خلال ضيوفنا الأكارم. أهلا وسهلا ومرحب بكم. مرحب بك أستاذة منال، أهلا وسهلا بك، تفضلي. اهلا وسهلا، مرحبتين. استاذ عبد الرحيم حبابك، مرحب بكم، مرحب بالشروق، ومرحب بالوجه المشرق الذي ينضح بالبشر والترحاب والامل. اخوتنا امل، يا مرحبتين. مرحب بك استاذ خالد الشيخ حبابك، لك التحيه والتجله والتقدير والتحيه لهذه القناه قناه الشروق التي تتحلقنا بهذا البهاء والجمال، ونحن في موعوده الحسن والجمال مدينه بارة. أستاذ ياسر محمد الوخيت حبابك، أهلا وسهلا بك. حبابكم عشرة، ومرحب بكم في دياركم بارة، ترحب بالشروق، والشروق ما غريبة يعني، ولا أول مرة تشرفنا في بارة، ودائما شرفانا في الحضور دائما، وشكرا جزيلا لكم. طبعا احنا يعني لو تكلمنا عن بارة ناس كثيرين جدا بيعرفوا بارة، واحنا كفاية انه جينا بارين الأثر يعني خلانا نصل لحد بارة، فدايرين نتكلم عن بارة عن دلالاتها. ممكن الناس بتعرف بارة بليمونة وليمون بارة اللي تغنوا له وتفاصيل بارة الجميلة، لكن عاوزين يعني نمشي فلاش باك، نرجع شوية ونعرف الاسم جا من وين. حقيقة يعني اسم بارة في مقولات كثيرة عن اسم بارة، ويقال أنه كلمة بارة بلغة أهلنا الضناقلة تعني هي الأرض المنخفضة ذات المياه القريبة وذات الخضرة والجمال، ده معنى، وهي معنى كلمة بارة. ويقال أنه في أخوين حصل بيناتهم إشكال، وفي أخ
ذهب يعني مغاضب أخوه، وكان أخوه يباريه وقالوا بارا بارا دي محلة بارا. والمسألة دي تنم على الإلفة والمحبة بين الأخوين، ويعني حتى جسدت حب كبير جدا جدا في بارا. يعني هالبارا يعني يتمتعون بحب غريب جدا جدا لهذه المدينة، هي يعني حب الوطن من الدين ومن الأيمان، لكن حبنا لأهل بارا ولبارا يعني حب من نوع غريب جدا جدا، متمسكين يعني لدرجة التعنصر والتزمت الشديد جدا جدا لبارا. في مقولة بتقول يا أستاذ عبد الرحيم إنه بارا اسمها جاء من البر، يعني من الخير الوفير ومن التفاصيل الجميلة الموجودة في بارا، فهل برضو ممكن تكون هي مقولة واحدة من المشتقات اللي جات منها بارا؟ نعم، يعني كل المعاني الجميلة يعني بتأسس لهذه المدينة الجميلة نحن يعني نثمن عليها. ليك المدبارة عبارة عن الأرض المخفضة ذات المياه الضحلة، وأخوه بارا وجاية من البر، وكل هذه الكلمات يعني تنم عن هذا المسمى بارا. جميل، موقع بارا ذاته موقع مميز يعني، وخلينا نقول إنه تاريخها قديم يعني من المسبعات، واللي كان عندها فترات تاريخية مختلفة وتنوعت فيها. أستاذ خالد يعني طالما إنك أنت باحث تاريخ، كلمنا شوية عن تاريخ بارا ابتدارا من موقعها الجغرافي المميز اللي كان بيميزها دونا عن نظيراتها، وكيف إنها هي قدرت تنتقل من مرحلة تاريخية لأخرى. حقيقة بارا زي ما أورد الأستاذ عبد الرحيم حسن الخليفة بعض المغولات عن اسمها، أيضا هنالك مغولة بتقول إنه كانوا بيقولوا ماشين لآبارة، ماشين لآبارة فصارت بارة أيضا، لكن هي اسم نوبي قديم ومركز لبحر كردفان حديث. وبارة عبر تاريخها أول حاجة هي انتقال الترابط، هي الرابط بين السودان النيلي والسودان النوبي، وطبعا في آخر بحوث تاريخية أثبتت بأنه عاصمة كوش من جبل البركل انتقلت إلى جبل الحرازة، ولذلك بتجد منطقة اسمها رهد النوبة يعني. فهي أصبحت رابطة بين السودان النيلي والسودان النوبي أو السودان الغربي. بارا تاريخها قديم جدا حقيقة عبر التاريخ. أولا هي عمرت بالهجرات، بيقال إنها هي جذبت يعني الجيش التركي بحيث إنه هو قبل الجيش التركي جذبت الأمير العباسي إدريس بن قيس بعد كتلة بغداد 658 هجرية، وانتهت الدولة العباسية في بغداد. أبحر الأمير العباسي إدريس بن قيس من بغداد إلى مصر ومن مصر إلى بارا، وأقام مملكة بين خرسي وبارا في منطقة اسمها الرقيبة. وبعد ذاك جاء إبراهيم جعل وجاء حسن الأمير حسن كردم وجاء عبد الله الحرقان وجاء اليمني، وبعد ذاك حتى حد الأمير مسمار والأمير سرار الموجود الآن في جبل المليسة بير الأمير سرار. دي تاريخيا طبعا دي 658 هجرية عبر التاريخ. أيضا من تاريخ بعد ذاك هي كانت حقيقة لأنها هي الحوض الجوفي، كان في كردفان في مملكتين، مملكة اسمها الغديات في منطقة ود البغا عاصمتها ودي البحكم بأمر الفون، وفي مملكة اسمها المسبعات أبناء مسبع ابن أحمد المعقور ودي البحكم باسم بمناصرة الفور وكده. وقامت عاصمة كانت العاصمة في مديكيكا بالغرب من بارا وويريل، إلى أن تحولت العاصمة إلى مدينة بارا حقيقة، وإلى أن حصلت الهجمة بعد ذاك حصل خلاف بين الفور والمسبعات، وغار السلطان تيراب على هاشم لما رفض يدفع الطلبة، وهنا مات السلطان تيراب وحنط وحمل إلى مقابر السلاطين في دارفور، لبخوا بالتمر الهندي وتحنط في الشذر الموجودة بتاعت اللبخ الموجودة في بارا وكده. طيب وين كانت بارا في عهد الثورة المهدية؟ قبل ما تكون في الثورة المهدية في العهد التركي طبعا قاتل الدفتردار المقدوم مسلم، قاتل الدفتردار في شدرة في ساقية معروفة الآن بالخندق أو ساقية الجيجر، والدفتر أو المقدوم سقط في يوم الأربعاء 17 أبريل 1821 سقط في خندق الجيجر الموجود الآن في حي بجنازير اللي هم قريب لبيت ناس الراحل الفنان عبد الرحمن عبد الله وكده. بعد ذاك بارة استمرت في نضالة وكده، وكان فيها حاميتين فيها الحركة الوطنية برضو يعني قبل الحركة الوطنية معلش يعني. حقيقة كان فيها حاميتي كونجي وأربعة جبلوك، وكان في 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 أسحف موجودة حقيقة حامية تركية، وحاصر المكي والإبراهيم حاصر أسحف، وحصلت كتلة أسحف المشهورة اللي هي جنبارة وكده مصدح ومشية،
وفيها طبعا كان النور عنقرة قاد الحملة وكذا، وبعد ما النسوان يعني قتلوا الشباب بعد ذاك النقض الله ود عمر الركابي درج النسوان لخندق الجيجر في بارة. فالشاعر كلتوم بالجابر عبد الرازق من الجوابرة كتبت هنا اللحظة دي خلفاتنا سام الروح سبلة أنا أخوي أسد الدرة سيد مرطيم ما ضل فارس الألف نقض الله نقض الله خلفاتنا بلالي بدرج العظمة تغني لك البتول لساني فوقك بقول أمنتك للرسول ومن تب ما لا مزول تغني لك الجدي يا سندي ومقنعي أمنتك للنبي والنبي شال فالي به الأسد الضارب خشته وبرشوة نطف قصته لآخر الأغنية. أستاذ خالد نحن حنرجع للنقطة دي باستفاضة أكثر وحنرجع كمان لحرق العالم والتفاصيل التاريخية المرتبطة ببارة، لكن طالما أنك اتطرقت لعنصر المرأة اللي كان موجود تاريخيا في بارة خلينا ننتقل للمرأة، والمرأة كانت موجودة وحاضرة في كل تفاصيل بارة بحقبات التاريخية المختلفة. كلمينا عنها ما بين المرأة في العهد السابق وما بين المرأة الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دور المرأة والله يعني فاعل وقديما وحديثا، يعني المرأة هي مناضلة، المرأة هي يعني كل شيء بالنسبة للرجل، وهي المرأة كانت مؤازراه في يعني في كل الأشياء في كل التفاصيل. والمرأة اليوم يعني أسه هي لها الباع الأكبر من الرجل في كل التفاصيل، يعني لو مسكنا في التعليم نلقى المرأة هي لها الباع الأكبر، وفي تربية أبناء وفي نجاح أبناء. وعندنا في بارة والله يعني كثر من المعلمات يعني لهم أثر في التعليم، وأبناء بارة يعني بارة خرجت يعني عدد كبير 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 من المهندسين من الأطباء من المعلمين في كل المجالات، يعني بارة يعني خرجت ومشهود بها في كل العالم، يعني المهندسة المشهورة عائشة محمد الحسن وغيرها من ليميا جحفر ايوه، وعندك افراح خالد جابر، وعندك غير الموجودين في العصر الموجودين الحالي غير المبرزين في مدرسة النزير دي خرجت قبل 3 سنة 55 يعني دكتور طبيب قبل 3 سنوات كده حصرهم 55. يعني النزير طبعا لما جاء فتح المدرسة دي يعني حكى قال يعني بارة دي فيها ناس يعني نوابق، فلما يعني ليه ما يخشوا جامعة الخرطوم؟ فكان يعني هدفه الأساسي إنه بارة تصهر في جامعة الخرطوم. وفعلا لما جاء والله أسا أولادنا كلهم دكاترة ومهندسين، يعني أسا أنا الحمد لله السنة الفاتت كانت بالرغم إنها يعني عانت وكانت رقدت في لنعاش وجات واصلت وكانت معاه يعني هنا التكافل الاجتماعي كيف الموجود في بارة، يعني النسوان هم لهم القدح المعلى في إن هم يخلقوا نوع من النسيج الاجتماعي المترابط. نعم 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 والله يعني في كل التفاصيل في كل الحاجات ناس بارة مترابطين في الأتراح وفي الأفراح، يعني حاجة واحدة يعني في بارة يعني ما في زول ما بيعرف زول. جميل. كل الناس بتعرف بعض وكل الناس أهل، يعني حتى لو ما جمعتك بين صلة القرابة يعني بتلقى في النسب وكده. جميل. أستاذ ياسر يعني إحنا يمكن انتقلنا لجوانب مختلفة، يعني ابتداء بالتاريخ وبالتسمية وبالمرأة وبدورها، خلينا نتكلم عن الأنشطة الرياضية الموجودة في بارة. وبارة يمكن هي يعني عندها كثير من الأندية وعندها المناشط الرياضية المختلفة، كلمنا بصورة يعني واسعة عنها. نعم يا أستاذ عمل، بارة في الرياضة يعني لها محافل كثيرة جدا وعندها فرق كثيرة جدا في الحين، عندها في حتى في درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة في الفرق. ففي البداية لما بدت بارة بدت بفرق يعني ما 3-4 فرق في بالأحياء، لكن الحين تطورت بالأندية وفيها الهلال وفيها المريخ وفيها الزهرة وفيها الفرق كل الفرق المعروفة يعني، وفي دوري محترف فيه ويعني ومع الاتحاد ونعرفه. وبقت في فريق التضامن وفريق الهلال. نعم. يعني فرق مختلفة يعني كانت. فرق درجة أولى ودرجة ثانية موجودة في. دخل خلاكم مما أنتوا كنتوا بتلعبوا زمان في ميادين بارة، طبعاً بارة ميادين. إحنا لما كنا بنلعب كانت بالأحياء وكده ذاك. كانت فرق أحياء وكانت يعني مثلاً حي البكراوية عندهم حي الزهرة وحينا نحن كان حي فلسطين والبكراوية. كانت المباريات بتكون بين الأحياء. نعم نعم مباراة بين الأحياء كان موجود في دوري وفي دوري. وأذكر مرة من الأسكار جاء مريخ الأويض ولعب مع منتخب بارة
ومنتخب بارا فاز على منتخب الوبيد، ولما رجع من منتخب الوبيد للوبيد الناس فاجأت الجمهور جا خش الماء بالبصل والليمون، كانوا بيشجعوا انه بصل بارا بصل بارا بصل. يا سلام يا سلام. نحن حنرجع لبارا تاريخيا، يعني استاذ عبد الرحيم، بارا واحده من المواقف التاريخيه المشهود لها هي حرق العلم في بارا، فالناحيه دي تحديدا احنا خلينا نوري المشاهد الكريم انه التفاصيل والتداعيات اللي كانت مرتبطه بالحدث. نعم، حقيقه يعني يتوجب علينا انه نقول دور بارا التاريخي في العمل النضالي، وانا كثير جدا جدا بقول الكلام ده انه مش بارا براها، ولاية القرب لها جعل كبير جدا جدا في العمل الوطني والعمل النضالي على مر التاريخ، وعندها أيضا دور كبير جدا جدا في استقلال السودان. نحن يكفينا فخرا في ولاية كردفان وولاية الغرب أنه أثنى اقترح الاقتراح باستقلال السودان من ولاية الغرب عبد الرحمن دبكة، وثناه مشاور جمعة سهل من ولاية الغرب من بارا، ورفع العالم إسماعيل الأسري من ولاية الغرب من الأبيض، وأول رئيس للجمعية التأسيسية من ولاية الغرب من بارا. ما خليته زول لكن نحن برضو نحن يعني ده دور كبير جدا وعظيم لأهل ولاية الغرب وأهل السودان مجتمعين. يعني في النهاية إحنا نفتكر أنه حتى بارا بشكلها وبإثنيتها الحالية هي بتشكل قمم ثقافية مختلفة ومتباينة. القمم الثقافية تصهرت فيها في بوتقاتها كثير جدا جدا من القبائل، أهلنا أهل الشمال هم جو بارا هنا وكونوا نسيج اجتماعي مترابط كبير جدا جدا، اتضامنوا يعني اتناسلوا ايضا مع اهلنا في دار حامد ومع الجوامع، وكونوا ما يعرفوا اهل بارا. اي زول بتقول له انت من وين بيقول لك انا من بارا، وده عام يعني شرف للناس انه انتمائهم لعنصر بارا وكده. ونحن نفتكر انه بارا هي قدمت ورفلت السودان بقيادات في كل المجالات. هسه يا اخونا ياسر يتكلم عن الرياضه، قيادة الرياضة في السودان على مستوى السودان من بارا، كمال شداد ده من بارا، والفريق الطيب عبد الرحمن مختار من بارا، ومحمد جعفر قريش الله يرحمه من بارا، ومايل بجنة من بارا، كنا الناس القادوا الهلال وقادوا المريخ وقادوا السودان أيضا من بارا هنا. العمل النضالي تم في بارا هنا، يتكونت بعد مؤتمر الخريجين أهل بارا طبعا أهل ثقافة، وعلموا أبنائهم كلهم أنه يتتلمذوا في المدارس وتخرجوا في كلية غردون التذكارية. عملوا بعد ذلك اللي هو في نادي بحر كردفان، اسمه نادي بحر كردفان لأن بارة هي من بارة هنا إلى دنقلة كانت تابعة لمحلية واحدة، محلية بحر كردفان اللي هي بارة أو مجلس منطقة بارة، فيه الجوامع وفيه دار حامد وفيه كل القبائل كلها باسم بارة. كان وعاء جامع. وما زال الوعاء جامع. فكانوا هم يعني في أي مناسبة دينية بينتهزوها، وكانوا منافحين ومكافحين للمستعمر. فنذكر منهم على سبيل المثال، أنا دائما ما بعمم ما بخصص، لأنه أهل بارة في كل بيت بتلقى ثائر وفي كل حي بتلقى قائد، يعني جعفر قريش، الشاذلي الشيخ الريح، مشاور جمعة سهل، التجاني عايف، أيضا إبراهيم أحمد خالد، الشيخ أحمد طاير، من الركابي أخوان الطريفي يونس، الطريفي خليل، ايضا محمد الحسن عبد الله ياسين، دي العمل الندوه اسامي طبعا اسامي كثيره جدا طالما جدا. انك ذكرت اسامي يا استاذ عبد الرحيم، انا خليني من نقطه يعني السياسيين والتاريخيين والمبرزين في مجالاتهم المختلفه انتقل برضو في الجانب الثقافي يا استاذ خالد. يمكن في كثير من الكتاب والشعراء والادباء اللي طلعوا من بارا واللي كانوا موجودين فيها، يعني كلمنا عن النشاط الثقافي الموجود في بارا. بارا يمكن اشتهرت بأنه فيها عظماء طلعوا منها زي ما ذكر أستاذ عبد الرحيم، كثير من السياسيين كانوا موجودين فيها، كمان في أدباء وشعراء طلعوا منها. والله حقيقة لأن هي كانت منطقة بتاعت نضال وطني وكده، أول شيء بدأ فيها غنى الحماسة باكرا، يعني حوى بالتندل غنت لساني فيه وبقول كاسر يا جلو الخلب ساجور غني وشكرية الثلاث أخوات، لا رجفت لحمت ولا لسان اللات، السيف في يمينه بقدر على الدرجات، والخزينة أخويا مقنع الكشفات، شدر الدليل المانا قرها السوس فوق راس النمر فوق ضلها الجاموس، وغنابة بكر ودنوبة بحر النيل حكامة النور عنقرة كتبت يا ناري للما بيقدروه، وأحمر عين هوشوه أحمر عين هز فيكم جرح الضحى، وشاف جريكم من شايبكم لصبيكم كان جريت الموت راجيكم. في بارة مستورة بتكوكم لمن عبد الله وقياد الله كسر قلم ماك مايكل في اللبخة عام 1911، كتبت غنيت بجور النم
ويا دقر الحرائق اصبحت كارف السمع شميق الاصم الليل البلد يتباشر وناسه يا بحر المحيط مين عبر وقاسه بريطان والترك ما لير وناسه والعظم الكبير كسروا شرب ساسه. حواء عبد الله جزام كتبت وهي من منطقه جمباره كتبت الليله والليله دار مبادر يا حليله سرجك على مكرب من سودري وغرب نجم الخريف قرب يا ناشق الدرب. بعد ذاك ظهروا الفنانين. نعم اولا بدت بارة بفنانين فنانات الحماسة نحيي نوبة الداية نوبة هي بدت الغناء في بارة وكان هنا بيجينا الفنان النحل صباح الخير وكان عندنا الدنور هنا في منطقة الخيران وكان عندنا مبتوتو ومبارود والرحمة مكي دي البداية بتاعت الرصة بتاعت غناء الحماسة. بعد ذلك جاء الفنان الراي عبد الرحمن عبد الله. طبعا عبد الرحمن عبد الله هو نعم. من ابناء باره دي المعلومه الناس اللي ما عارفينها وحافظ عبد الرحمن برضو من ابناء باره حافظ عبد الرحمن من باره جميل ديل بدو الغنى محمود تاور صالح وبعد ذاك برضو جانا فنان الحماسه الاول. اذا كان الناس يتحدثون عن بابكر والدسافل انا بفتكر انه غنى باره الحماسي ده قادوا بابكر عبد الله المشهور ببابكر والنوبه. بابكر غنى غنى جميل غنى الزول بدور عجبي حميدة ساتر عرضه ما ناسي شتمين نقرته مرة وكان جريته علي مضرة وتاني الموت ما منه حلة غنى السفر راجينا فراق الليلة قاسي علينا يا ناس. وعندنا الآن برضو فنانين ما سهلين عبد الرحيم وعثمان هاشم أولاد أمونة يعني بقول لهم دير كلهم بدو. الشعرة عثمان خالد إذا ذكرنا عثمان خالد وطبعا قريب الجماعة ديل يعني وهو قريب السيد الحسن وبرضو أنا عشان برضو أفتكر أنه لابد أن نذكر بأنه في عام 1917 طبعا جاءنا الختم الكبير السيد محمد عثمان الختم في بارة وتزوج يعني ست الحسان أنا ذاك المرأة الفاضلة المرأة الصالحة ورقية بنت محمود الجلاب اللي هو هنا وطوال الزوج ورقية جابت السيد الحسن راجل كسلة هو أساسا راجل بارة موجود مقام السيد الحسن وكذا. وعثمان خالد عشان نرجع عليه غنى الغنى الجميل يعني غنى سلافة الفن. سلافة الفن دي من سلافة خالد أخته وأحلى البنات دي لسوسن خالد سوسنو وغنى له وحمد الريع غنى له شنو غنى له أغنية إلى مسافرة وغنى له عبد العزيز عبد العزيز المبارك بتقولي لا وغنى له سمحة سمحة الصيدة ما جارتنا بتحلتنا بالريدة. وأيضا ما ننسى برضو الشاعرة الكبيرة وحبوبة أخونا ياسر ياسر معروف حقيقة الشاعرة حقيقة رابحة كتبت في ابنها أبتر لمن شنقوه في موغب بطولي عبد الله الفارس الصنديد معاكس علينا صدعيب يوم المشنقة شفنا القلوب بالضيق وتبكيك الشهامة وكلمة التوحيد محمد عبد الله مريحة برضو محمد عبد الله مريحة برضو من الشعر وبرضو آمنة بتفرج الله غنت بجر النمدي أول من غنته ولعلمك آمنة بتفرج الله خالد أنور السادات لأنه أنور السادات من بارة طبعا دي كلها معلومات تاريخية مهمة جدا يعني كونها تتوثق هنا من بارة لمن جهد لست مباشر عام 1916 في هنا عشان يقضي على السلطان علي دينار وبدأ التشويه من بارة جمعه ضابط صغير اسمه محمد الساداتي وبعد ما مشى هدلستون انتهى للأسف من السلطان علي دينار عاد محمد الساداتي فاغترم بامرأة اسمها مسترين بتخير الله ود عبد الحق من منطقة قنته جنبارة في مصر سماها ست البيرين بتخير الله فأنجبت الرئيس المصري محمد أنور السادات. يا سلام ده سرد تاريخي يعني عميق جدا ممكن بيورينا تفاصيل في بارة كثير من الناس ممكن يكونوا ما عارفينها يعني ذات يعني الشخصيات اللي كانت هي سفراء لبارة في السودان بمختلف مساحاته خارج السودان زي ما قلت انت وكانوا عظماء يعني هم من خلال منطقتهم من خلال بارة اللي شكلت في دواخلهم كثير من التفاصيل الجميلة والسمحة كان استاذنا ياسر محمد. استاذ ياسر يعني انت برضو من الناس اللي طلعوا من بارة ومش بس لخارج بارة خارج كردفان كمان لخارج السودان شنو الحاجات اللي أخذتها معك من بارة للخارج وما قدرت انك انت يعني او قدرت انك انت توصلها للعالم بصورة عامة شنو اللي تفردت به بارة دون عن غيرها وقدرت انك انت تديه للعالم؟ من اول حاجات وجودي انا الحين معاكم ده الحنين اللي عودنا ورجعنا لبارة ده واحد من الحاجات طبعا استاذ ياسر في انجازة خالتنا يعني دائما نحن ونرجع وذكرى بارة دائما ما بتتنسي حتى لو ناس اغتربت او طالبها البعاد وطالبها الحنين في النهايه لابد يرجعوا. فانا الحين يا هو انا موجود قدامك جاي راجع
لبارة عشان أقضي العيد في بارة ومع الأهل وأقضي. شنو الحاجات الحلوة في تفاصيل بارة يعني ممكن تكون هي ما موجودة في نواحي مختلفة من السودان؟ أما الحاجة الموجودة في بارة طيبة أهل بارة، طيبة أهل بارة وحنية أهل بارة. يعني دائما بارة الناس يعني زي ما قلت لك بارة أهل كلهم في الحقيقة أهل، وكما أهل فيه ورابطهم النسب، فدائما حنيتهم وتعاطفهم وودهم، وانا بخلي الناس تحين لبار وترجع لبار. فهذا كله من الاسباب، اسباب كثيره لبار. يعني بار اسم يكفي يعني، يعني اسم يكفي بار. اكيد اكيد طبعا. نعم. انا حرجع مره ثانيه لاستاذه منال. واستاذه منال يعني خليك من انه نساء بار وسيدات بار هم نساء مبرزات، لكن هم كمان قائدات. وفي ناحية مهمة جدا يعني خلينا نتكلم عنها، إنه سيدات بارة هم برضو كانوا من الناس اللي انتقلوا لخارج بارة وقدروا هم يوصلوا صوت بارة للخارج. منو منهم من السيدات اللي كان عندهم يعني صيت خارج بارة، وشنو الحاجات اللي ممكن نقول إنه شلناها من بارة؟ يكفي إنه سيدات بارة هم بصنعوا كنافة جميلة جدا، طبعا دي من الحاجات الجميلة اللي اشتهر بها مطبخ بارة. تفاصيل موجودة مختلفة في بيت بارة وفي مطبخ بارة تحديدا أخذتها نساء بارة. نعم أيوة، مشهورين طبعا بالكنافة، كنافة بارة. والله يعني المرأة في بارة يعني من زمن أمهاتنا يعني بيعوزوا الكنافة، ويعني بعدين متفردة في بارة بس أيوة. ما بتلقيها في أي حتة ثانية في السودان، ما في أي حتة. يعني كنافة بارة يعني حاجة يعني كده فريدة في نوعها. يعني حتى لحد اللحظة بالرغم إنه الغلاء المعيشي، لو حصل أي شيء في بارة يعني عرس لازم يعملوا الكنافة بالرغم إنه الغلاء والحالة الاقتصادية يعني، لكن يعني بقول لك إن في ضيوف جاييننا لازم نعمل كنافة بارة. فأمهاتنا بعوسوها براهم وأسأل بيبوا بيأجروا لها يعني النسوان بعوسوها، لكن هم بيحمروها وبيحشوها من جوا. اتكلمت عن نقطة مهمة جدا، انه في تفاصيل الزواج في بارة لازم تكون موجودة الكنافة. شنو من التفاصيل الموجودة برضو في الزواج في بارة ممكن تكون هي بتميز زيجات بارة؟ والله هو الكنافة، الكنافة اهم حاجة، والكستر طبعا. الكنافة والكستر اللي بيخلطوها الرجال طبعا طوالي في الصحن كده طوالي، لكن مع في النساء بتحط هنا المعالق وكده، لكن الرجال ده طوالي في الصحن الكبير بيحطوا الكنافة والتحلي الكستر بيخلطوه بياكلوه. حتى الناس اللي بتجي من برا يعني بتتكيف شديد دارين من كنافة بارة، بتكون في قاعدة في البيت الناس بتديهم يعني لازم الضيف الجاي ده يدوه حاجة من الكنافة يعني يمشي بيها. يا سلام. وبعدين عندنا خالتنا زينب شمام دي في لما كان القطر بتاع بارة كان احنا عملنا الكنافة للناس في الأبيض. احنا حنرجع عليهم مرة تانية، لكن خلينا نمشي لأستاذ عبد الرحيم والفول السوداني والسمسم والدخون والتفاصيل الجميلة دي. يمكن بارة كانت هي من خلينا نقول سوق رئيسي لليمون بارة وغنوا له. احنا الآن موجودين في مزرعة من مزارع بارة الغنية جدا بالليمون. الجميل في الأمر يا جماعة انه احنا في بارة يعني مما تجي داخل مدخل بارة، ما بيعرف بارة بيعرف انه كمية من الليمون الموجودة في كل بيت تكاد تكون متوفرة شجرة، وغير انه بيتباع بالأكياس. طبعا دي الحاجة اللي بيعانوا منها سكان العاصمة، انه الليمون ممكن يكون متوفر في وقت ما وفي. وبعدين الجميل برضو في الأمر انه في كل حتة انت بتلقى لازم النكهة المختلفة لتفاصيل الأشياء. في بارة تحديدا كان النشاط مختلف في الناحية الاقتصادية. خلينا نتكلم بصورة أوسع وأشمل عن إنه سكان بارة هم مارسوا يمكن الرعي ومارسوا تفاصيل المعيشة المختلفة، لكن كان المحاصيل برضو عندها دور الكبير اللي لعبته في الناحية الاقتصادية تحديدا. نعم، أنا قبل ما أتكلم عن الاقتصاد في بارة والسواقي وكده، أنا أتكلم عن طريق الصادرات. طريق الصادرات ده هو حقق وفرات كثيره جدا جدا، وفرات اقتصاديه وفرات حتى اجتماعيه، يبقى في تواصل واتصال وكده. حقيقه بارة انت احنا قاعدين في ساقيه هنا، وثقافه السواقي هي ثقافه اهل الشمال. هي بيقولوا سواقي ما بيقولوا جناين، بيقولوا سواقي. احنا بنقول سواقي. وثقافه السواقي دي ثقافه اهل الشمال ومنتشره في بارة، ولانه بارة هي خور، والخيرام ما بعد بارة غربي بارة برضو خيرام برضو فيها السواقي وفيها الشادوف وكده. أنا أفتكر أنه ظهرت ظاهرة جديرة بالاهتمام. الظاهرة الجديرة بالاهتمام أنه هسه حاليا انتشرت زراعة البستنة
على طول طريق الصادرات من الأبيض إلى ما إلى إلى جبرة. وأفتكر أن الكلام ده بيحقق وفرات كبيرة جدا، وبارة منتجة، منتجة إنتاج كبير جدا، إنتاج كبير جدا جدا. إذا كانت ولاية شمال كردفان في الأبيض في أكبر السوق للسمق في العالم حاليا، في اتجاه شعبي واتجاه من الدولة في أنه نعيد ترميم زراعة حزام السمق العربي، وإنتاج الليمون وإنتاج الفواكه وإنتاج الخضر اللي ممكن ترفل بهم ولاية الخرطوم وحتى ولاية غرب كردفان وحتى ما بعد ذلك، لأنه فيها حاليا في مشاريع يعني أفتكر أنها هي ما محلية. مشروع زادنا الموجود حاليا في السدر لإنتاج أكثر من 1,000,000 بيضة في اليوم، ده مشروع بفتكر أنه كبير جدا جدا. المشروع بتاع الحملان والتسمين أيضا، مشروع عشي للتصدير الماشية وتصدير الخرفان لخارج السودان، دي مشاريع أفتكر أنه اقتصادية ضخمة جدا جدا، ممكن تأثر تأثير إيجابي حتى على مستوى الناتج القومي مش الناتج المحلي. جميل. طيب أستاذ خالد، أنا عاوز أتكلم معك في ناحية مهمة جدا، يعني بار المكان اللي فيه كثير من التفاصيل، ضريح الشيخ بجلابية، طريق بارة، المسجد، فيه تفاصيل وفيه أماكن في بارة جعلتها معالم بارزة. كلمنا عن معالم بارة الموجودة فيها، عن التفاصيل الجميلة، عن الأمكنة وذاكرة المكان الموجود فيها وذكرياتها حتى لأهل بارة عموما. والله طبعا الأماكن التاريخية كثيرة في بارة، ابتداء من مغابر باب حمد. باب حمد ده طبعا هو رجل أحد العلماء اللي هو شقيق حاج عربي وحمد، اللي هو موجود ضريحه الآن في الأبيض جنب نادي الهلال. أيضا من الأماكن الموجودة في بارة طبعا المغام بتاع السيد الحسن المرغني المولود فيه وكده. من الأماكن الموجودة في بارة التاريخية اللي هي واحد البشير الآن عيش المحل التشوين اللي تمت فيه الحملة بتاعت الدفتر، تمت فيه الحملة بتاعت هدلس باشا. لكن أخطر موقع في بارة الآن إلى جانب إلى نادي بحر كردفان اللي هو اللبخ الموجودة دي، اللبخ في نص كانت المحكمة الشعبية دي، وقيمته بتجي من أنه هي كانت شدارة بارة الكبير أو نادي بارة الكبير. أول حاجة قلت لك يتحنط فيها السلطان تيراب، يتحنط فيها المقدوم مسلم، يتكسر فيها قلم ماك مايكل، يتكتبت فيها أغنية الليلة والليلة دار مبادر حليلة، يتسلقوا فيها أبناء بارة السور وحرقوا العلم الإنجليزي. مجتمع يعني آه. سوى فيه مناشط كثيرة، خندق الجيجر زي ما قلت لك الدارت فيه المعركة بتاعت المقدوم مسلم مع الدفتر دار. ايضا في شدره موجوده في ساق السيد احمد قريش سقط فيها المقدوم مسلم. ايضا في غرب اتجاه شمال باره في قصر اسمه قصر واد كاشف، حسين اغا كاشف ده كان في منطقه اسمها البويره جنباره اللي هو وفكي موسى بجنازير، والمسجد الصلى فيه الامام المهدي لما جاء في اطار الدعوه السريه وكده موجود الآن المسجد ده بتاريخه. جميل. وحقيقة بارة لأنها في على هذا الجمال وكده، أنا قبل برضو فاتني أذكر أخونا الشاعر إبراهيم إدريس اللي قال بارة ملي ملاقة وحليلة يام الفاقة، الدنيا الشمرت ساقة وقالت ما في ملاقة، حنيت لك حن الناقة جهلا شاقة وتاقة، الخضرة اللي فيك دقاقة وطعمه ولا حداقة، ودل برقول الرمة وشاي النفسي وخمة، قبال واد خالد غنى وسافر وما مهنا طريت الجوز وأيامه، وحتى البكراوية والله نحن مهما تكلمنا عنه طبعا كل هذا الكلام الجميل يعني. وكامل عبد الماجد قال فيها هكا يا سرب القماري، هكا للحبار رسالة ويمم الغر الجميلة، وطوي جيزانة ورمالة، وإن بجيت فوق اللبيض انعطف أرج شمال أمشي لبارة الجميلة، الراقدة في أحدار رمالة، ودي لناس التحية واسألهم كيف بارة حالة. احنا ذاتنا بندي الناس، والامي قال اقول بعد التحيه الحاره اللي جينا لباره جينا شيء عظيم، ما جينا حاملين طاره، نفوسكم عاليه مين يقدر يقيس مقدارها، وغير غيركم يكف النايبه ثم الحاره. والله نحن بالكلام الجميل وبالتحايا العظيمه دي خلينا نختم حلقه الليله. يعني باره مهما تكلمنا عنها ما بنديها حقها وما بنوفيها، وعرفنا تفاصيل وحاجات عن باره يمكن كثير من الناس هي اول مره تسمع بها وعن جمال باره. خلينا بذات الدعوه والتحايا العميقه اللي انت رسلتها
نقدم دعوة لكل يعني السياح، لكل اليوتيوبر تحديدا اللي بيحاولوا هم يتكلموا عن ربوع الوطن الحبيب، لكل يعني السودانيين في كل ربوع السودان انه هم يزوروا بارا يشوفوا جماله ويشوفوا تفاصيله. خلينا ختاما انا اشكركم جزيل الشكر، ومساحة اخيرة ممكن خلينا نقول 30 ثانية لكل واحد فيكم يتكلم فيها، رغم انه المخرج بيقول لي الزمن انتهى، لكن نديكم مساحة اخيرة. شكرا لك كثير استاذ ياسر محمد، شكرا لوجودك وحضورك معنا. شكرا شكرا قناة الشروق، وشكرا لزيارتكم الحلوة الجميلة وشكرا الجلسة الجميلة مع اخي امل، وشكرا لكل الاخوان. وشكرا تحية لك استاذ خالد، رغم انه ادانا تحايا كبيرة شديد يعني بقافية، لكن برضو بنديك مساحة اخيرة. والله شكرا لقناة الشروق ولهذا الفريق، وبانا بانت طفلة متدفق شبابها، بارة بانت والعقيق طرس ثيابها، اديني من طيبتك وسامة ومن مشاهيرك خطابة، كلميني وألميني بارة وين وجه الغرابة. يا سلام. استاذ عبد الرحيم حسن شكرا لكم، وكل سنة وطيب والسودان طيب يرفل بالحرية والسلام والعدالة، وإن شاء الله بلدنا في ألف أمان. استاذ منال محمد علي شكرا شكرا قناة الشروق لتوثيقكم لبارة، ونأمل تاني تجونا مرات مرات عشان تعرفوا أكثر عن بارة. لك التحية. شكرا لك كثير أستاذة منال، شكرا عميقا جميلا كثيرا لكل أهل بارة ولحفاوتهم لاستقبالهم، شكرا لريحات بارة الجميلة ولجناينة ولأماكنة ولكل التفاصيل الموجودة فيها، شكرا للتاريخ العظيم اللي جسد واحد من مناطق السودان الغنية والثرية جدا بتفاصيل مختلفة يكاد جزء كبير من الناس يجهل. تحية لكم متابعينا وين ما كنتوا، وربوع السودان الحبيب كان حيين، حنتلاقى في منطقة تانية وفي مدينة تانية. لكم التحية. شكرا لك.